بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا راح يكون عن أهم فقرة اللي هي عن الكلاس روم، كيف أنشأ صف. وأنا قاعد ببيتي وكمبيوتري أمامي وأريد أرسل محاضرة إلى طلابي في عطلة ما أو درستها أنا بالصف، ومن رجعت سويت لهم هاي المحاضرة نفسها بس مسجلة كفيديو أو مصادر أو أرفع لهم محاضرات. كيف اعمل وكيف اخلي الطالب ينضم اليه؟ طبعا انا راح اشرحها عن طريق الكمبيوتر بالنسبه للاساتذه او الدكاتره في الجامعات، واما للطلاب راح اشرحها ايضا بالكمبيوتر وبالموبايل. تابعوا وياي. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. الكلاس روم احصله من طريقتين للدخول الى الكلاس روم، يا اما انت يعني فاتح الايميل مالتك وتدخل هنا من هاي الأدوات مال الإيميل وتختار فقرة كلاس روم، أو تبحث بالجوجل تكتب كلاس روم انتر راح يطلع لك الكلاس روم دوت جوجل، تنقر عليه. أوكي دخلنا، راح تشوف هنا اكو علامة زائد تضغط عليها. الآن راح أشرح كيف الأستاذ يسوي صف. إنشاء صف أقول له قرأت، أشر عليها متابعة. هنا راح نكتب اسم الصف. شو اسم الصف؟ الصف شو اسمه؟ مثلا خلينا نقول الثالثة، خلينا المرحلة الثالثة. القسم علوم الحاسوب. الموضوع سي شارب. اوكي هاي الغرفة عوفها معكم مبدعي، قول له انشاء، تنتظر شوية. تمام الان انشأ المرحلة الثالثة، دعوة الطلاب الى صفك الدراسي. اوكي هسه من خلال هذا الرمز المرحلة الثالثة علوم الحاسوب، رمز الفصل الدراسي هذا. راح تقول لي هذا الرمز شنو؟ هسه انا راح اشرح لك بالتسلسل. هاي الصورة تقدر تتغيرها، يا اما تحمي الصورة فنحمل مثلا هاي الصورة. تمام تقدر انت تخلي بس على هذا الجزء هيك. تمام صارت هيك. مثلا كيف استدعي الطلاب؟ انطيهم هذا الكود، هذا الكود انطيهم اياه، هذا تاخذه كوبي وتنطيه عبر الواتساب، تنشره بالجروب، تنشره بالجروب مالتك، بالصفحات الفيسبوك او الى اخره. زين ويدخلون عليه. كيف يدخلون عليه؟ تنطيهم اياه. من تنطيهم اياه راح يجي الطالب، مثلا وين يكون هذا الطالب؟ هذا الطالب راح يجي هنا، يدخل الطالب من هنا او يكتب روم، بس تكتب كلاس وهيطلع اول واحد كلاس روم. تدخل على الكلاس روم على الموقع، هذا الرابط راح اخلي لكم اياه. قول له متابع، اي من يطلع لك هيك الايميل قول له متابعه. هنا تجي انت الطالب، انا كطالب هسه حاليا الانضمام الى الصف، انقر الانضمام الى الصف واخلي الرمز الفصل الدراسي اللي اخذته من الاستاذ واقول له الانضمام. لاحظ تمام طبت عرض اخذ المستجدات. هاي نعم هاي علمك هيجي. تمام هسه الاستاذ هنا من يريد يشوف طلابه او الاشخاص المنضمين هنا، لاحظ انضم منه انه عماد شهاب. تقدر هنا ترسل له رساله الكترونيه طبعا عن طريق ايميله. ايضا الاستاذ او الدكتور من سوى هذا الكلاس الخاص يقدر يضيف معلمين، إضافة من هنا دعوة معلمين. يقدر هنا يكتب اسمه أو إيميله، طبعا هو يعتمد أكثر شيء على الإيميل. إيميل لازم يكون حافظه. من يكتب الإيميل يعني مثلا ساح أكتب أستاذ آخر، مثلا أقول ch99.com. شوف شلون طلع لي نتائج البحث لأن هو صديق يمي. أنقر عليه وأقول له دعوة. من قلت له دعوة لاحظ
هنا نكتب مدعو. من يقبل الدعوة عاد يظهر مثل هذا الطالب. فهنا تقدر تضيف طلاب إذا عندك إيميلاتهم، أو تنطي هذا الكود هذا وتنشره على جروب على الواتساب إلى آخره. عاد الطالب شلون يبحث؟ مثل ما هسه بحثنا ودخل هذا الطالب. هذا من ناحية الانضمام. من ناحية الأساتذة والتدريسيين إذا يريدون يسوون مشاركة أو واجب، مشاركة مع الصفك مجرد أنه تنقر هنا وعلى المرحلة الثالثة مثلا، وتقدر تسوي أكثر من صف، وهنا تقدر تشارك مع صفك مثلا موضوع خلينا نقول عليه كيف تصنع برنامج خاص بالجن مثلا عن طريق سي شارب. تقدر هنا نضيف إضافة، يا أما رابط يا أما ملف، تقدر تضيف ويا ملف أو يوتيوب مثلا عن طريق أضيف لهم فيديو يوتيوب أنا رافعه كدرس مثلا هذا، جيب الرابط مالته كوبي وتذبه هنا وتقول له بحث، راح يطلع تنقر عليه تقول له إضافة راح ينضاف. تريد تضيف ملف مثلا وورد أو أي شيء، ضيف ملف أو وورد يعجبك مثلا، تضيف بي دي اف مثلا تقول له أوكي راح ينضاف. شوفه تقول له تحميل تمام تحمل. عندك بعد شيء تريد تضيفه مثلا كصورة أو رابط أو أي شيء، أو من الجوجل درايف إذا أنت خازن به مرات، وتقول له مشاركة. من تشارك كامل أوكي راح يجي الطالب هنا يدخل، بس يسوي رفرش. لاحظ الأستاذ مالته هذا بي أكو فيديو برنامج وأكو بي دي اف، فيشوف البرنامج كيف تصنع بس يضغط عليه راح يلقي كفيديو، أو يريد يحمل البي دي اف أيضا يقدر يشوفه. هذا بالنسبة للمشاركة والإدارة الخاصين بالكلاس روم. من تريد تسوي واجبات دراسية أو إلى آخره هنا أيضا تكليف مثلا، تكتب العنوان والتعليمات إضافة أيضا يوتيوب أو كذا وتنشأ، وهنا تقدر تنشأ مستندات عروض جدول رسوم نماذج إلى آخره. وهنا النقاط إيش قد تريد تطي من هذا التكليف على كل طالب، إيش قد تنطي، تقدر هنا تحدد تاريخ معين، الموضوع شنو إذا تنشأ موضوع شو اسم الموضوع. هاي من ناحية التكليف. من ناحية المهام للاختبارات، مهمة للاختبارات أيضا. من ناحية توجيه الأسئلة أيضا هنا تقدر تضيف أسئلة، من ناحية توجيه أسئلة فتكتب سؤال معين، وتقدر تكتبه أما خيارات متعددة تضيف خيارات، خيار واحد هو يختار حسب اللي جاي نشوفه، خيار واحد خيار اثنين خيار ثلاثة وإلى آخره، وأيضا تعطي نقاط. عندك أيضا تقدر تنشئ مواد معينة وتشاركها أيضا. هذا من ناحية المشاركة والتسجيل في الكلاس روم. أما في الهاتف راح نشرحها هسه بالنسبة إلى الطلاب. تحياتي لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.